بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بك أخي الكريم أختي الكريمة. إذن في هذا الفيديو وفي هذه الحلقة سوف أريك كيف تربح من عروض السي بي أي باستخدام واستعمال نيتش الأفلام بطريقة مجانية 100%. هذا الشرح سيكون تفصيلي فتابع معي الفيديو إلى النهاية. قبل أن نبدأ في شرحنا لهذا اليوم، إذا كنت جديد أخي الكريم أختي الكريمة في القناة أهلا وسهلا بك. هنا نتحدث عن مجال العمل أونلاين، خصوصا في مجال التسويق بالعمولة والأفيليت ماركتينج. لذلك إذا كنت تريد احتراف وتعلم هذا المجال فأنت في المكان الصحيح. أدعوك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل بكل ما هو جديد، وأترككم مع الشرح. مرحبا بك مرة أخرى. إذن للربح من نيتش الأفلام وربح عمولات جيدة من عروض السي بي أي، سوف نستخدم الأفلام التي أصدرت حديثا في السوق. ولكي نجد هذه الأفلام سنأتي إلى هذا الموقع movieinsider.com، ثم ننقل على coming up، وسيعطينا جميع الأفلام التي ستنزل في السوق. إذن كما تلاحظون مثلا هذا الفيلم في 19 من نوفمبر سوف يكون في السوق، إذن هنا 2021. إذن كل هذه أفلام جديدة نستطيع أن نربح منها. دعوني أضرب لكم مثال بهذا الفيلم 13 minutes. إذن هذا هو فيلم 13 minutes. نذهب إلى اليوتيوب ونشاهد هل هذا الفيديو عليه بحث. إذن كما تلاحظون هذا هو الفيديو أو الفيلم عفوا. هذا صاحب هذه القناة قام بتنزيل فيديو مدته دقيقة و44 ثانية في قناته منذ شهر، وأتى ب 620,000 مشاهدة. إذن هذا الفيلم يبحث عنه الناس منذ فترة. نعم، إذن هنا فيديو آخر منذ شهر أتى ب 284,000. إذن هذا الفيديو أظن أنه هذا الفيلم عفوا أظن أنه يعني مطلوب لدى شريحة كبيرة من الناس. إذن كيف سنربح من هذا الفيلم؟ سنذهب إلى شركة CPA Lead. بعد تسجيل حسابك هنا في CPA Lead ستنقر هنا على Landing Page، ثم Create Landing Page، وسننزل إلى الأسفل ونستعمل هذا Template، Use Template. إذن هنا في هذا Template سوف نعطيه اسم، نكتب مثلا اسم الفيلم. نعم، نكرره هنا أيضا. هنا movie description، نستطيع أن نأخذ description. نعم، نأخذ مثلا هذا description. نعمل كوبي ثم بيست هنا. هنا مدة الفيلم، مدة الفيلم. نعم، نذهب إلى موقع آخر لكي نرى مدة الفيلم. إذن هذا هو الموقع cmovies.is. إذن مدة الفيلم 89 دقيقة، نكتب هنا 89 دقيقة. نعم، إذن هنا إذا أردت أن ترفع إيميج أو صورة للفيلم، المهم هنا أنه سنقوم بإقفال هذا الرابط، رابط مشاهدة الفيلم مثلا هنا في موقع cmovies.is. ننسخ هذا الرابط، كوبي. إذن للبحث عن أي فيلم تكتب هنا اسم الفيلم في هذه الخانة، ثم تنقر على أيقونة البحث. إذا ننسخ الرابط، إذا هذا هو الرابط الذي سنقوم بإقفاله، كنترول في. هنا إذا أردت تعديلات أخرى تستطيع القيام بها هنا في الكونتينت لوكر. هنا يقول لك مثلا الحد الأدنى للدفع، نريد العروض التي تدفع أكثر من دولار واحد، ثم ننقر على سيف أند بريفيو ثم فينيش ثم جيت لينك. إذن هذا هو الرابط الذي سنقوم بوضعه أمام الزوار.
نعم، سيرغب الزائر في المشاهدة. إذن هذا هو اسم الفيلم. سينقر على بلاي ثم ستنبثق له نافذة بها عروض السي بي اي بعد بضع ثواني. إذن هنا ستنبثق له نافذة تحميل عروض السي بي اي. إذن ستظهر هنا العروض. إذن الآن الخطوة الموالية، كيف سنقوم بنشر هذا الفيديو في اليوتيوب للاتهام بترافيك مجاني؟ هذا ما سنتعرف عليه. سنذهب إلى موقع كورة، عفوا إلى موقع كانفا. بعد تسجيل دخولك ستكتب هنا يوتيوب فيديو، وسنقوم بإنشاء فيديو قصير حول هذا الفيلم. نعم، إذا سننزل إلى الأسفل وسنختار تيمبليت جاهز. الآن يتم تحميل التيمبليتات. إذا هذا هو التيمبليت الذي سنقوم باستعماله. ثم ماذا؟ سنكتب اسم الفيلم. سنكتب اسم الفيلم، ننسخه ثم نكتبه، عفوا نكتبه هنا كنترول في، نحذف هذه. نعم، ثم نرفعه إلى الأعلى. ثم نقوم بدابليكيت لهذه هذا النص، كنترول سي ثم كنترول في، ثم ننزل به إلى الأسفل. ثم نكتب فول فريم موفي، ديسكريبشن، نعم هكذا. ثم نأتي بسهم، نكتب وعفوا نأتي إلى هنا إلى Elements، سيعطينا جميع السهام التي توجد هنا. نستعمل مثلا هذا السهم، نديره هكذا إلى 90 درجة، ثم نصغره. ننزل هذا النص إلى الأسفل قليلا، ثم نحذف هذه الصورة ونذهب إلى جوجل ونأتي بصورة، نكتب اسم الفيلم ونأتي بصورة تكون مثلا هكذا عمودية، نرفعها إلى سطح المكتب، ننقر على Save Image ونرفعه إلى سطح المكتب. أنا قمت بذلك مسبقا، أنت ستنقر هنا على Upload وترفع الصورة. إذن هذه الصورة سنأتي بها إلى هنا ونقوم بتكبيرها هكذا. نعم، ثم نعطيها أنيميشن مثلا هذا الأنيميشن. إذن هكذا ستظهر. ثم ماذا؟ ثم سنأتي إلى هنا، ثم ننقر هنا، ثم نعمل دابليكيت. إذن كل فيديو هنا فيه 5 ثواني كما تلاحظون، ثم تعمل نفس الطريقة. إذن هنا 15 ثانية، 5 زائد 5 زائد 5، 15 ثانية. تستطيع عمل فيديو من دقيقة أو نصف دقيقة بهذه الطريقة.
إذا سأكتفي فقط بهذا القدر، ثم تنقر على بلاي. إذا هكذا سيظهر. إذا هكذا سيظهر. الذي يهمنا هو أننا نريد أن نثير انتباه الزوار من اليوتيوب ونحفزهم على النقر على رابطنا في وصف الفيديو. إذا سنقوم بتنزيل هذا الفيديو إلى سطح المكتب، ننقر هنا على Download a Free. نعم، إذا وهكذا يقوم كانفا بتنزيل هذا الفيديو إلى سطح المكتب. أنا قمت بذلك مسبقا، إذا سألغي العملية. ثم الآن سنقوم بالذهاب إلى اليوتيوب. نعم، ثم نرفع هذا الفيديو. إذا هذا هو الفيديو، سأقوم برفعه إلى القناة. نعم، إذا نتركه مثلا هكذا 13 minutes full movie. ثم تكتب نفس الشيء هنا في الديسكريبشن، أو تكتب لمشاهدة ثم نضع رابط الكونتنت لوكر. هذا الرابط نضعه في وصف الفيديو. تستطيع أيضا استعمال التاجز هنا في الأسفل في مكان التاجز. هنا تكتب الكلمات المفتاحية حول هذا الفيلم. إذن هكذا تكتب يعني مجموعة من الكلمات المفتاحية حول هذا الفيلم. ثم تحتفظ أيضا بهذا الثامبنيل، إذن هو ثامبنيل جيد. وهكذا بعد أن ترفع هذا الفيديو تنقر على هنا Visibility، ثم تجعله ليس للأطفال، ثم تجعله public، ثم تنقر على publish. وهكذا سيقوم اليوتيوب بحفظ هذا الفيديو ووضعه أمام الزوار المهتمين بهذا الفيلم. إذا هذه هي الطريقة التي تستطيع تطبيقها على أي فيلم سواء كان جديد أو قديم، لكن أنصحك باستعمال الأفلام الجديدة التي عليها بحث جديد، وبالتالي تستطيع الرقي في محرك بحث يوتيوب. إذا هذا كل ما يتعلق بالربح من عروض السي بي اي باستخدام واستعمال نيتش الأفلام. إذا أعجبك الفيديو انقر على زر لايك لدعمي وتشجيعي على نشر المزيد من الفيديوهات الربحية من مجال السي بي اي. كما إذا لم تشترك بعد في القناة أدعوك إلى الاشتراك ومشاركة الفيديو مع معارفك وأصدقائك حتى يستفيد الجميع. أراكم إن شاء الله في فيديوهات مقبلة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.